المثال يعني موجودة بالمحاضرة السادسة بالأخير قبل المسائل، هي تطبيقات على الفوريي سيريز. المثال الأول: If we have free and damped motion of spring mass system. spring mass system عندنا هنا ماس كتلة و spring بمرونة K، نسوي له displacement Y، هذا راح يبقى يهتز free motion. فبنقول ان دامد، ما بي دمبر هنا يعني ما بي زيت. فال governing equation لهذا السيستم راح يكون بهذا الشكل: الماس y double prime plus ال k اللي هي elastic modulus، ال y والزيرو هنا باعتبار انه ما عندي قوة فهي homogeneous. الباوندري كونديشنز: من y يساوي صفر عندما الزمن صفر، ومن يبقى يهتز free vibration، y توصل الى time t تكمل period one period واحد وأيضا صفر، فهي periodic function. هذا ال y هنا periodic function. كترم مصطلح للاهتزاز أو للفريكونسي، natural frequency التردد الطبيعي، الأوميجا نوت أو الأوميجا زيرو اللي هي الجذر التربيعي لل K over M. فإذا هاي المعادلة كلها تقسمها على M على الماس على الكتلة، هنا البارامتر راح يكون K over M، تأخذ الجذر التربيعي إلها فهو الـ angular frequency. اللي يخصنا هي هاي المعادلة، من هي راح نحلها، راح نوجد إلها general solution. ما زال هنا أوميجا تربيع وهنا الام تربيع، والعندي الإشارة بلس، فراح تكون الجذور بلس ماينس للإيماجينري بارت بالأوميجا نفسها. فبما أنه عندي إيماجينري بارت، الجنرال سولوشن مثل ما تعلمنا راح تكون دلالة الساين والكوساين، بس هنا الساين والكوساين راح تكون سيكونس أوف سولوشن. شلون هذا؟ من نطبق الباوندر كونديشنز، وبما انه الباوندر كونديشنز هنا بيريادك من صفر الى تي، نقول من صفر الى 280، يطلع لي سي 1 سي 2 صفر، والسي 1 هو يعني الى قيمة معينة، فهنا المعادلة الثانية نساويها بالصفر، اما سي 1 صفر او الساين اوميجا تي صفر. فطبعا احنا هنختار الساين اوميجا تي صفر، يعني اذا سي 1 صفر معناته تريفيال سولوشن. من اختار ان الساين اوميجا تي صفر، شو وقت الساين تساوي صفر؟ عندما الزاوية تساوي ان باي، فنستنتج انه الاوميجا تساوي ان باي اوفر تي، فصار عندي هنا الواي هو ساين ان باي تي في التايم، هنا تي 1 period، أما هنا التايم هو المتغير الـ independent variable. فإذا كانت الـ n 1 راح تكون الحالة بهاي الصيغة: n 2 y 3 و n 3 y 3 ويستمر إلى infinity. فهنا الـ n يعني التردد الـ angular frequency omega 0 اللي هي ايضا استنتجنا هنا اوميجا علاقه انه ال n باي اوفر تي، n باي اوفر تي هناك التردد الطبيعي، هنا التردد للسيستم، فتردد للسيستم n باي اوفر تي تربيعها راح يكون بهذا الشكل. هذا اللي نسميه الايجن فاليوز
والواي هو الايجن فانكشنز. فكأنه هذا السؤال أيضا العلاقة بالتمارين اللي أخذناها قبل نصف السنة متشابهة له. المثال الآخر: find the Fourier series solution to the differential equations اللي هو y double prime plus 2y equals 3x with the boundary conditions y0 تساوي y1 وتساوي 0. هنا الدفرنشال equation من الدرجة الثانية، بس انتبه عندي بدنا الهوموجينيوس بارت متغير x. فهنا الحل إلها إذا ردنا نحلها بالفوريير سيريز مثل ما هو طلب هنا، راح تكون بهاي الصيغة الفوريير سيريز اللي هي تضم الكوساين والساين. فهاي أول نقطة انتبه عليها، إنه شنو المطلوب بيا طريقة لحل الديفرنشال إكويشن، فهو محدد لي الطريقة فوريير سيريز زين، ومعطيني boundary conditions. فإذا هي Fourier series أنا أستنتج أن boundary conditions هي periodic، يعني هاي فترة كاملة من صفر إلى واحد. أجي أكتب القانون ما يخص ال Fourier series، cancel out the first term، سوي له cancel. ليش؟ لأن ال 3x هي odd function، ال 3x من homogeneous part add function. أكيد إحنا يعني non homogeneous part إلى علاقة بال y x، فكأنه نوع هذا يأثر على نوع هذا. فإذا كان نوع ال non homogeneous part add فردي، فراح أكيد ال y هم يصير فردي، فلهذا ما يحتاج نوجد ال a n، لأن هذا الأحد كله راح يكون صفر بالأخير. ما زال 3x هي add function، والadd دائما يتعامل ويا ال bn فقط. فراح يصبحنا عندنا ال bn، هذا كأنه الحل للمعادلة differential equation. مثل ما تعلمنا بقى الشغلة واحدة لازم نوجدها، هي الثابت ال bn. الحل لحد هنا ما اكتمل، فلازم نوجد الثابت. شلون نوجده؟ من خلال التكامل، من خلال التكاملات. بس هنا يعني الديتيلز هذا التكامل باعتبار احنا حاليه بالبيج نمبر 7، فشوف الديتيلز هناك ايش قد البي ان من يكون الاف اكس اكس، او هنا نريد 3x فنضربه في 3. فاحنا اذا عدنا الاكس شنو الاكسبانشن له، بس نضربه في 3 راح يطلع لنا الاكسبانشن ل 3x. فهذا اللي نريده هنا. فاكو هنا الديتيلز هي مشابهه للبيج اللي هي النيتش الموجوده بالبيج رقم 7. فحولنا ال يعني الليفت هاند سايد حولناه بدلاله الفوريير سيريز، والرايت هاند سايد ايضا حولناه بدلاله الفوريير سيريز. فبقى هذني كلهن نعوضهن بالديفرنشال اكويشن، نعوض الواي دبل برايم والواي وال3 اكس. ال3 اكس عرفناه من وين شلون استنتجناه، الواي هي موجوده زين. الواي دبل برايم شلون؟ الواي دبل برايم اشتق الواي، اشتق نسبة المن الى x، لان هنا المتغير الـ independent variable x، فاشتق الى x وبعدين اعوضها، فكأنه هاي المشتقة الثانية هنا موجودة. بعدين هذا ال y وهذا هو ال 3x، اكنسل الساين and pi x لان مشابهات، والسميشن كله يبدأ من واحدة ما كنسله. فيبقى عندي فقط الثابت bn اللي اقدر اوجده من خلال ترتيب المعادلة، فيطلع لي بهذا المقدار بهذا الصيغة. فاستخرجت هسه الكونستنت bn، وهاي عندي الواي معادلة الواي، اذا وهو المطلوب هو ايجاد الواي.
فأوجدت هنا الواي، كل شيء بي معلوم، والآن تقدر تعوضها من واحد إلى انفينيتي وتجمع الحدود فيطلع لك الواي شقد. هذا هو المطلوب من المثال الثاني، بس مثل ما قلت هنا أكو تفاصيل لإيجاد البي ان، هي نفسها يعني بالصفحة رقم 7 موجودة للإكس، بس تضربها في 3 هنا يطلع لنا المطلوب.